الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا. نحن مستمرون في التفاوض معهم بالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد. وتذكر ما فعلته مصر في أواخر السبعينيات، وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير، فقمنا بتفجير المعدات وهي في عرض البحر في طريقها إلى إثيوبيا. بهذه الكلمات وصف الراحل عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المفاوضات التي كانت تجري حول سد النهضة. وفي ذات الوقت أظهر من خلال ذلك التصريح المسرب أن مصر تعاملت بتلك الطريقة من قبل فيما اعتبرته خطرا قوميا على مياه وحياة المصريين، وهو السد الذي قد يمنع مصر من الحصول على 95% من مياهها. واليوم تعود تلك القصة التي رواها عمر سليمان للواجهة من جديد. هل ستدمر مصر السد؟ وهل الحرب قادمة بين الطرفين؟ ولمن ستكون الغلبة فيها؟ لكن قبل ذلك دعونا نروي لكم القليل من التفاصيل التي يجب أن تعرفوها. مصر هبة النيل، جملة قالها المؤرخ والرحالة هيرودوتوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وباتت تلك الجملة يعرفها كل الطلاب حول العالم، خصوصا من درسوا تاريخ الفراعنة. رغم ذلك لم تكن تلك هي الجملة الوحيدة حول نيل مصر، فقد تغزل فيه عشرات الشعراء والأدباء، وبقي بذلك هبة الله الذي يسقي سكان مصر العطاش. أما اليوم فتلك النعمة مهددة بالانقطاع، ويبدو أن على المصريين الدخول في معركة حياة أو موت ليبقوا سيطرتهم على أحد أطول الأنهر في العالم. فإذا نجحت إثيوبيا في إنهاء بناء سد النهضة، فإنها ستحكم سيطرتها الكاملة على قرار تدفق المياه نحو مصر والسودان. وبينما تقول إثيوبيا إن ذلك المشروع ما هو إلا مشروع اقتصادي تنموي، يوضح محللون مصريون أن المشروع سياسي بحت، وما وراءه أكبر من إنتاج الكهرباء وغيره. فما وراء ذلك المشروع المرعب؟ النيل لمن؟ ملف استخدام مياه نهر النيل ملف معقد للغاية، يتضمنه الكثير من القوانين الدولية حول طريقة توزيع المياه التي يمر عبرها النهر، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات للتفاهم حوله، بالإضافة للشعار الذي يرفعه الجميع حول الحقوق التي لا يمكن التفريط بها. ينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، أما النيل الأبيض فينبع من بوروندي، ويلتقي النيلان في الخرطوم، والأبرز بينهم هو النيل الأزرق، إذ يزود حوالي 90% من إجمالي مياه النهر. مع أوائل القرن العشرين وقعت مصر عدة اتفاقيات تضمن حقوقها في مياه النهر، ومنذ ذلك الوقت اعتبرته مسألة قومية، خصوصا أنها تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، على عكس بقية الدول التي يمر بها وأبرزها إثيوبيا التي تتوفر فيها الأمطار بشكل غزير. وفي عام 1959 وقعت أبرز الاتفاقات مع السودان، والتي تنظم اقتسام المياه، وحصلت بموجبه القاهرة على 55.5 مليار متر مكعب، فيما حصلت الخرطوم على 18.5 مليار. ورغم مطالبات بقية الدول بحصص أكبر، بقيت مصر هي المهيمنة على الوضع. لكن تغيرات كثيرة شهدتها المنطقة أجبرت كل الدول على تغيير الاتفاقيات وحتى المطالب.
فقد شهدت المنطقة انفجارا سكانيا رهيبا. ففي عام 1959 كان عدد سكان مصر 25 مليون نسمة، والسودان 11 مليون نسمة، وإثيوبيا 27 مليون نسمة. أما في عام 2016 فاختلفت الأرقام كثيرا، فقد وصل عدد سكان مصر ل 95 مليون، والسودان ل 40 مليون، أما إثيوبيا فتخطت حاجز 100 مليون. وذات الأمر انطبق على بقية دول حوض النيل. تضخم كبير رفع من إجمالي الناتج الزراعي بكل الدول واستهلاك المياه معها، ما يعني الاستعانة بمياه النيل أكثر بكثير من السابق، مع تمدد التصحر في إفريقيا بشكل كبير والتوسع الحضري الذي يزيد من استهلاك المياه. وهنا انطلقت المشاريع المجنونة لكل دولة باحثة عن خطة لتأمين حاجتها. وفي ذات الوقت الحصول على ورقة الضغط أمام بقية الدول. مشروع سياسي. أطلقت إثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق ليكون أضخم سد في إفريقيا، بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في مصر، والذي شيد عام 1960 بمساعدة سوفيتية وأصبح واجهة النظام الناصري. يبلغ ارتفاع سد النهضة الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميجا وات من الكهرباء 175 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر. اتخذت إثيوبيا قرار بناء السد من طرف واحد، وبدأته شركة إيطالية في 2013، وقد تم إنجاز جزء كبير منه، ويقترب اليوم من المرحلة الثانية للملء. وعلى ضخامة المشروع فإن المعطيات تقول إن بناء السد ليس باقتصادي أو تنموي، وإنما سياسي بامتياز، وله هدفان: الأول هو تعزيز اللحمة الوطنية في بلد تحتكر فيه السلطة أقلية صغيرة، وثانيا للتحكم بمياه النيل بشكل كامل، والضغط على بقية الدول وخصوصا مصر التي تملك التفوق العسكري بالمنطقة بقوة، ولا يمكن لأحد مواجهتها منذ سنوات. يثبت ذلك أن السد الضخم سينتج أكثر من 6000 ميجا وات من الكهرباء في الوقت الذي تستهلك فيه إثيوبيا ومحيطها ما يقارب 800 ميجا وات، ما يعني وجود فائض ضخم يظهر نوايا أديس أبابا الحقيقية. حرب المياه. منذ بدء عملية بناء سد النهضة والمفاوضات لم تهدأ بين مصر والسودان وإثيوبيا على طريقة تقاسم المياه وضمان عدم استحواذ أديس أبابا عليها، لكنها في كل مرة تنتهي بفشل وخلاف أكبر من الذي سبقه، حتى وصلت إثيوبيا للانتهاء من أعمال البناء والبدء بعملية ملء السد، حيث تصل اليوم إلى المرحلة الثانية من الملء. وهنا بدأت حدة اللهجة بالتصريحات تتصاعد، خصوصا بعد سقوط نظام عمر البشير في السودان الذي كان باتفاق كامل مع إثيوبيا على السد. فاليوم باتت السودان تقف مع مصر في قضية سد النهضة، حتى أن وزير الري السوداني قال قبل أيام إن قرار إثيوبيا بملء خزان السد هو تهديد للأمن القومي للسودان. فيما تأتي اللهجة الأعنف على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي قال في تصريحات واضحة إن مصر لا تهدد أحد، ولن يستطيع أحد أخذ قطرة مياه منها، وإلا ستعيش المنطقة حالة عدم استقرار طويلة.
وأوضح أن مياه مصر خط أحمر بالنسبة لها مع استمرار الدعوات للجلوس على طاولة المفاوضات. ولكن هل يمكن أن تندلع حرب المياه حقا بين مصر وإثيوبيا؟ الجواب بنسبة كبيرة نعم. ففي عام 1992 عندما وصل المصري بطرس غالي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، كانت من أوائل التصريحات له حول الحرب القادمة للشرق الأوسط، فقال إن النزال المقبل سيكون حول المياه، وستصبح قطرة الماء أغلى من قطرة البترول، وهو الأمر الوارد في حال أغلقت إثيوبيا مجرة المياه نحو مصر والسودان. وعلى الجانب العسكري، فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم عبر البر، فإنها قادرة لا محالة على تدمير أجزاء كبيرة من السد، فهي الدولة التي تمتلك أحد أكثر الأسلحة تطورا بالإضافة لقنابلها الضخمة، وكل الحالات تؤدي في النهاية لحرب عنيفة حتما ستكون فيها القوة لمصر. لكن لا يعلم أحد من سيدعم إثيوبيا في حال اندلاع الحرب، ما يبقي المنطقة على صفيح ساخن مع نذر حرب ودمار تحيط بها، وكلها من أجل المياه. فهل ستضطر مصر أن تلجأ للخيار العسكري برأيك؟ أم أن المفاوضات ستوقف كل تلك التكهنات؟